اف ام كلام القلب مع طارق الحناشي على اي اف ام احلى راديو. العشرة وستة دقائق رجعنا معكم في كلام القلب موصين حتى الاحداش متاع الليل. تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. موضوعنا لليوم عشت قصة حب الخيانة كانت من أبطالها. اكتشفت انه الخيانة موجودة في القصة هذه. كيفاش تعديت بالأيامات هذوكم؟ كيفية التجاوز؟ كيفاش كنت؟ هل أنت الخائن أم أنت المخان؟ كلامنا على الرقم 58 550 709. هذا الرقم اللي نسمعوا عليه تجربكم وقصصكم. معنا هنيدة. أهلا وسهلا هنيدة. ألو. ألو عسلامة. أوكي. عسلامة هنيدة. شو أحوالك؟ الحمد لله. ما أحلى اسمك ساعة قبل كل شيء. عايش. منين تكلم فينا هنيدة؟ المهدية. المهدية. وين في المهدية؟ والله بالضبط مساسي. هيا به. تحية لكل مستمعينا على كل في ولاية المهدية. قداش العمر هنيدة لو تسمح؟ 22 سنة. أي. 22 سنة. به. موضوعنا لليوم قصة حب الخيانة كانت من أبطالها. كيف أو من أين بدأت قصة هنيدة؟ أنت الخائنة. أي. إيه؟ جميلة الصراحة. صحيح. قصتي أنا بديت مليانة نقرة في الليسي. أي. تعرفت على شكون؟ حبيبة. حبينا بعضنا. تسمع فيها ولا إيه؟ ما فيك. نسمع فيك هنيدة. حبينا بعضنا أتنى القصة بالحق محلاها مزينة على الوشر. كان معناها أي حكاية. معناها ملعش أي حكاية نحكوها من بعضي. قديش عندك من اللي عرفته هنيدة؟ عندي تلك أربع سنين. أربع سنين. بعد قديش أصبح حب؟ إذا فما حب كود فودر. كيفاش؟ حب كود فودر. كود فودر. أيه. واضح. هو بعث لي عشقون. كود فودر من الطرفين ولا من طرف واحد؟ من الطرفين. زوز تخبطوا في بعضكم نقول. أيه. إيه. هو الحقيقة بعثني مع شكون معناه قال صاحبي قال ويعرفني اللي أنا وقفت أنا وياه بالبيت. قال له أحكي لي معها. قال له أنت تنجم تحكي معها بالعكس طفلة عفيسة ومعناها نبي تعرفي عفوها متربية عفيسة وما عنديش كي كان هل هي تحبك ولا فما حكاية مش باش تقول لك ليه وإلا باش تقول لك خليني غير على روحي. شكون بادر بالاعتراف دونك؟ هو بادر بالاعتراف وانتي بادلتوا الاعتراف. قلت له حتى انا نستنى بيت من قبل. حتى انتي؟ نستنى فيه من قبل. فارس الاحلام كأنه اخيرا جاء. ايه. قدمنا في القصة نقول احنا وليتوا مع بعضكم شوية. انتي عمرك 18 وقتها؟ ايه. هو؟ 17 وشوية. وهو؟ هو أكبر مني بعامين. هو أكبر منك بعامين. مشيت ليامات وليتوا مع بعضكم نشاط يومي. ألو أهلا سافا إنستغرام فيسبوك. أي متقابل وكل حاجة. ما أي وقصة حب جميلة. أول مرة قلت له نحبك بعد كم من الوقت؟ بعد كذا شهرين كذا. وهو في نفس اللحظة رجع لك؟ هو دين القلب. هو شنية؟ هو دين القلب. هو ما شاء الله. صباح الخير نحبك. صباح الخير نحبك. خطر بالحق عبارة ديانة كلمة بك. اشتعشيت اليوم نحبك. ليه بالحق كلمة بك عبارة ديانة معناه كي يقول فيه نحس روحي نقطع حاجة. عبارة زعمة دواء ولا مخدر؟ دواء. ايه دواء. هاتوا نشوفوا في الاخر طلعت دواء ولا مخدر.
ثم هنيدة، ما الذي تغير؟ شو الحدث الذي طرأ على قصة المهدية هذه؟ بيكيب أنا والطفل هذا نحكي لك عليه، ما يقرش معايا. فهمت؟ معناها تعرفنا من تعرف شكون، فهمت؟ هو جاتني مع طفلة وكل وحدة، وطفلة هذيك معناها تعرف كيف شافها هي لك الحق، صاحبت صاحبي. فهمت؟ صاحبت صاحبه، يا باهي كي لقيت كيفاش تقول لي؟ اي أتهم عادوا قلي معني قلي وحكي لي، فهمت؟ ما يقرش معايا ذيك علي. أنا عنا نقرأ وقبل فهمت فهم الحقيقة دي لكن ليه يدي كل شيء باهي مهتم ماي شبيه طفل هذا هنا ديه يدي بالحق. أنا وقت عمو ما يقرش معايا كل هنا في بيسي إيش حسيت روحي كل يوم كل هو باهي هو الحقيقة ما قلتش لي هو يحبني، أنا فهمت من تصرفاتك. أنت فهمت لي سيدة ذي على الأقل، على الأقل معجب بيك. أي يا أخي ش عملت هنيدة تجاه هذا الإعجاب وقت اللي هي في قصة مع شخص آخر؟ قلت حاجة، قل لي من قبيلة تقول لي في الحاجة ما غادي نحكي باسمي ليش خاطر نستنى بي هو يسمع فيا. تحب نبدلوا الاسم توا؟ اسمي انا ليش خاطر عندي اسمي. شنو هو الاسم الاخر؟ زهور. زهور؟ اي باهي زهور، نكملوا النص الثاني بزهور. اي خاطر تمشي نحكي له اسمي هذا مش عارفني بالاسم. انت تحبوا يعرفك؟ اي هتو نشوفوا بعد علاش تحبوا يعرفك. باهي زهور، دونك كنت انت على علاقة مع شخص مفروض تحبه من النظرة الأولى، يذهل لي حب متبادل، إلا أنه في الأثناء فما واحد كان ديما يغزر لك، ديما تراه هكا كأنه في نظرته أنك تعجبه برشا. إيش صار معاه؟ وعلى فكرة فلنشر ما يحكي مع حد طفلة، ما يحكي مع حد. هيا باهي بالحق، انا الوحيد اللي يحكي معايا، انا اللي يصبح عليا، انا اللي يبقى معايا، انا اللي يقرا معايا، انا كل شيء ما شاء الله. هو انا الحقيقة حسيت روحي معايا كده، ما بتكلم الاطفال اللي يبقى معايا ديما معايا ما تشتد عليا خاطر نشوف روحي ناقصه. اي فهمتك. ايش صار مع الطفل هذايا هنا زهور؟ نسيت الحقيقة، انا نسيت انا نحبكم. كيفاش؟ ما حكيت انا لصحابي اللي انا نحبكم. باهي ما حكيتش. ثم طفل مش قلت لي وليدة تحب عليك. عليك انت؟ اي. وانت فعلا تحب عليه وقتها؟ لا. ايه اشاعة دونك؟ وقتها اشاعة. ايه؟ وبقاوا جماعة اللي فيه كيفية تحبه كيفية شايد الاخر، وبقاوا يحكوا عليه على الاخر، اللي برسمي عمتي بحتى نسيت فرح تانية. اي ايش صار من بعد؟ ولا ما عادش يحكي معايا، ما عادش ليه بيا، ولا لا وما عادش يحب يكلمني كهو. وطفل الاخر هذا كالعادة سيبني كل مغيرة. ليه نسمع فيك، نسمع فيك ونحاول نفهم. قلت انت بس قاعد تفهم فيك. الصوت هو راه فيه شوية مشكلة. قلت لك تسمع فيها ولا اي؟ قلت لك والله ما عادش يحب معايا وكل. ايش صار كي ما عادش يحب يكلمك؟ انا الحقيقة ما نعرفش انا الطفل الاخر اللي كنت معاه ما لا يعرف ولا ليه ما نعرفش. دوك احنا عندنا كما نقولوا عندك صاحبك اللي هو ما يقراش معاك، مش فرد بلاصة معاك، يعني ما يدري شيء في اللي صاير. هذا انت تحبه ويحبك، فما واحد في اللي سايد ما يغزر لك، انت بديت تميل له ويذهل. كي سمعوا كي سمع هذا اللي في اللي سايد وصلت له حكاية اللي انت تحب عليه وهي إشاع، ما عاش يحكي معاك. ايش صار من بعد؟ فما تطورات مع السيد هذا اللي يقرأ معاك؟ لا مش أقول لك، وبعد قلت خليني أقول ليش هم رافضوا معك وعك.
احسن ما كنت مروة عن شنو طلعت إشاعة علي ليلة مش هتدخلني وكذا، انا كنت تسمع الحكاية وما فهمش ايه. انت سبقت، الوقاية خير من العلاج. طيب اش اعطات هالوقاية هذي؟ اعطات خسارة كبيرة وطولت معلش. كي قلت له انت الشيء هذا بعد عليك سيد، يعني اللي تحبه بعد واللي في الليسي زاد قطع بعد. اي دونك انت في الاخير ما خنتش. جاي الجو. الجو جاي. هو انا كنت مدة شكرت تليفوني وبعت على قراية وكل قلت بعت انفيتاسيون السيد اللي تحكيت عليه، السيد متاع اللي سي بعث لك انفيتاسيون. ايه اكسبتيتها. قبلت وانا قبلت الحقيقة. بديتوا تحكي وي نحكي وكل سوا وشنو قال لي شنو المشكلة كنت تحبني. اش قالك؟ شنو المشكلة كان انت تحبني؟ حلوة كدخلة عمرها ما جات لبالي فكرة. والله فكرة. أول مساج شنو المشكلة كان تحبني؟ فكرة. ايه قالك انت مو تتعلم. والله نتصور اللي نسمعوا الكل خذيناها هذي باش قيدها عندي. زين ايه شنو المشكلة كان انت تحبني؟ اش قلت له انت؟ قلت له انا لقيت خاطر انا نحب شكون ما نجيبش نحبك انت. قال لي كان جيت تحب وما تحكيش معاه وما تخونوش وما تبطلوش في حتى حد. شكون قال له اللي انت تخون فيه؟ انت ما خنتوش وقتها. الليل بتسمى خيانة. انك مجرد انك تحكي مع السيد هذا خيانة. اي خاطر هو تحق له سرير عليه على النصر لا يرسم بلال عظيم حتى ما غديه حتى مع البيت ما رسيش. بيه؟ يا اخي اش قلت له انت؟ قلت له انا سكت انا ما قلت حتى شيء. باهي هالديسكسيون هذه وين هزتنا في الاخر؟ الديسكسيون هذيا وليد كان جيت اعترفت الطفل اللي كان يحكي معايا. اش قلت له؟ قلت له نسير خلينا نحكي مع بعضنا وكذا. مشيت قلت له راني وليت نحكي معاه السيد هذاك؟ لا ما مشيتش ما حكيت معاه لاخر جمله عندي وقتها مده ما حكيت معاه. اي وفي الاخير وين راسات؟ قلت لي سيدي خلينا نحكي كل شيء ولي ما بحاش لي سيدي. صارت كنا عادي نزيد نزيد نحكي وكل شيء صبا صبا ونزلت بينا الكل وهو الحكاية كل اللي انا هو يحبني وانا ما كلوش. هذا السيد نتاع اللي سي وليت معاه هو يقول لك نحبك كم انت ليه؟ من هذا خطر قلت لي ما كيفش خليت لاخر وضحى معايا وكل شيء الى ان يحبت. الى ان زهور الى انه فات ولا فات؟ كيفاش وفات؟ ما هو طلع حتى هو يكتب علي زادة. ايه قال لي انت شفيت باش نحبك هك. ايه يا بعد ما عملنا ذاك الكل قالك شفيك باش نحبك؟ شفيك باش نحبك. مش قالك من الاول شنو المشكله كانت تحبني؟ في الاخر قال لي شفيك باش نحبك. وعلاش قالك الجمله هذه؟ شنو وصلنا لهوني؟ انا وجدتني على الله ما هو خاطر سيدي عادي في وقت وكها دونك يذولي الحكايه وفيت بعد المساج هذا. ايه ولقيت روحك لا مع اللي سي لا مع اللي برا اللي سي. بعرف حاجة. انا وميتي نسمع فيا ويتكلمني وحتى يخو نمريكم المروية اللي عندكم خاطر ما يعرفوش. مش مانا كان هو يسمعني يخو نمريكم يكلمني تحب ندم تخلص ندم تعرف ندم ندم تعرف. انت تحبوا يكلمك؟ اي سيد هذا متاع اللي سي اللي قال لك انت شفيك ما يتحب. ليه 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 الاولاني اللي كنت معاه. ايه اللي يعرفك باسم زهور. ايه على خاطر قاي كلم في شكون وانا اللي حد الايه راهو
تقهر يتكلم في شكون يعرفني وما حبيتش حتى خاطر ما عنديش الزهور خالص. باهي مالا زهور نختمو، شنو تقول له السيد هذا اللي كنت معاه تحبه ويحبك ثم صارت هكا في الوسط شويه حاجات خلتك تبع، شنو تقول له؟ يلا 20 ثانيه اللي هو خاطبه. اتمنى كان تسمعني وتكلمني خاطر بالحق الاولادي مع النخر على النخر على النخر. بالحق انت اكثر انسان حبيت، اكثر انسان وانت جدا اكثر انسان حبيتني، وان شاء الله سامحني على عملته فيك. بس وراني نحبك على النخر على النخر على النخر. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي تسمع ميساجي هذا وتكلمني ان شاء الله. شكرا ليك زهور اللي شاركتنا قصتك وتجربتك، احنا مازلنا مواصلين في كلام القلب حتى الاحداش متاع الليل. قصص حب تخللتها الخيانه، كيفاش عشت قصه الحب هذه اللي اكتشفت انه الخيانه موجوده فيها؟ طبعا انت شكون انت الخائن او المخان في القصه؟ كلمنا على الرقم 58 550 709 فاصل وراجعين في كلام القلب. انتم تسمعوا في كلام القلب مع طارق الحناشي على EFM احلى راديو. العشرة وسبعة وعشرين دقيقة رجعنا معكم في كلام القلب موسين حتى الاحداش متاع الليل. تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تنجموا تابعونا كالعادة عشان يوتيوب EFM TV الباش فيسبوك راديو EFM. واحدة واحدة في الكيسات ربيعينكم في خدمكم. موضوعنا اليوم في كلام القلب قصة حب عشتها تخللتها الخيانة، كانت موجودة فيها الخيانة، أنت الخائن أو الطرف الآخر كان الخائن؟ كيفاش كانت القصة؟ كيفاش عشت التجربة؟ كيفاش كانت ليامات في تجاوز الحكاية هذه؟ كلمنا على الرقم 58 550 709. معنا فتحي، أهلا وسهلا فتحي. سلام عليكم ومرحبا. أهلا وسلام سي فتحي، شو أحوالك؟ الحمد لله في طريق لباس. الحمد لله. منين تكلم فينا سي فتحي؟ والله نتكلم فيك من زين صفاقس، اما في سيدي بوزيد. انت من صفاقس اما اصلك من سيدي بوزيد؟ ايه. واضح. تحيه لكل مستمعينا في ولايتي صفاقس وسيدي بوزيد. قداش العمر سي فتحي؟ 43. 43 سنه. سمعت موضوعنا اليوم؟ اي سمعت موضوعكم والله وتاثرت بموضوع الاخت غاليه بتاع سوسه. اي صراحه ولو اني قصات على التليفون. اي قصت فجاه. هو بريمو اسمع الخيانة لا يخيبش منها في طرق. ما أخيبش منها. من أين تبدأ قصة سي فتحي؟ والله إيه بداية قصتي ولو أني قديمة شوية، قديمة نوعا ما ربما من قبل الثورة. أي إحنا أنا تلهمني أكثر القصص القديمة لأنه المحب في أنا وعلماني نصدق، ولأنه نشوف فيها قديش المحب يكون وفي للذكريات ساعات. قديش يعطيك الصحة، قديش فيها وفاء وقديش فيها معناتها تضحية قمي، وقديش تكذب النظرية أو الكلام اللي كي تحكي لشخص ساعات على قصة حب ما أو قصة صعيبة يقول لك تيتا وتنسى. لا والله كل شيء تنسى، لأنه كل ما يخلف لك خدمة في أي مجال، في أي مجال يخلف لك خدمة فلا تنسى، خدمة لا تنسى. وما الذي حدث مع فتحي حتى لم ينسى؟ حتى لم أنسى. أنا إحنا نخدم تقنيين سنين في شركة كبرى. في 2010؟ لا 2008. 2008 به؟ 2008. نخدم تقنيين سنين في أحد الشركات الكبرى المختصة في الصناعات الغذائية وعرفت. شكون أنتوما؟ شكون أنتوما؟ أنا والطرف اللي باش نحكي لك. أنا والطرف الآخر، زوز تخدموا في نفس المكان. نخدموا في نفس المكان وفي نفس المجال. نستسمحك قبل ما نكملوا القصة. نعم. قبل ما نكملوا الحكاية. العمل مع الطرف الآخر في نفس المكان. شيء جميل محلاه ولا؟ شوف لطالما أنك حبيت. أو غير منصوح به. بعد الزواج غير منصوح به. اما قبل الزواج منصوح به وربما معناتها هيك هو اللي باش يعاملك. يمكن بعد الزواج لانه باش يولي روتين خالص. يعطيك الصحه يولي روتين معناتها جور انوي وربما
يدخل الانسان في القلق، فهمتني؟ اما قبل الزواج، قبل الزواج بصراحه شيء مبدع جدا، ما شيء ممتاز جدا انك تخدم مع الطرف الاخر. به هاي نرجع للمتعه 2008، نرجع للمتعه 2008. عرفتها اي احنا، انا معناتها دخلت قبلها للمؤسسه هذه، نزلنا نوري لها في الخدمه، نعمل في التحاليل مع بعضنا، في نوري لها كيف تخدم، ونشيعها كيف نجي مروحين مثلا من الشركه، نخرج مع بعضنا نشيعها كبور لماما معناتها كخيين كاصدقاء كزملاء. قديش قاعد حكيت وخيين هذي عشيه؟ نعم. قديش قعدت فتره وخيين؟ عشية، نهار، نهارين، ولا طولت شوي؟ سبع أيام. سبع أيام، بيه؟ بيه، دايدة بيه، تمثيلية جميلة، إيه؟ تعمقت حكايتنا شوية في شوية، نخرج نفطر مع بعضنا، نعمل قيمة، في يوم من الأيام قالت لي يا فتحي أنا أعجبت بيك، وما قلت لها حتى أنا نبدلك نفس الشعور، أنا ماك تعرف رناني عندي أمي مازالت ساعه، والوالدة حية راهي مازالت، والدتي على زمتي، ومازالت أبويا كمان. قالت لي راني مستعد معاك للتضحية، ودخلنا في معناتها في أون فا فيغ أن بروجي، معناتها باش نعملوا مشروع زوج. بسرعة تعدينا إلى لا مش بسرعة، لا بدينا نهيئوا، فهمتني؟ بدينا نهيئوا. يا أخي أنا وماتت بريود، مرضت لي الوالدة، رجعت لسيدي بوزيت، قعدت خرجت كوزي شهر، لازم نقعد بعد امي شاير. التليفونات كانت قبل مع كملها بالتليفون، ديما تكلمني ديما تكلمني ديما تكلمني. يا اخي كي روحت انا سيدي بوزيت من ساق في سيدي بوزيت، اي تبدت من حيث التليفون، انا كنت راهي نعرف ظروف العمل معناتها مسترسله ديما، نكون راهي التليفون الغالب. اي فما بنيه تخدم معنا قالت لي انت عندك علاقه بفلانه؟ قلت لها قالت لي يا وليت تخرج معها فلان، بالله سامحني ما نذكرش الاشخاص، يعني ما تذكرش ما تذكرش، فقط الوظائف نتاعهم، صديق حبيب. قالت لي راهي، قالت لي راني تخرج معها فلان اللي هو ريسبونسابل علينا، فهمت شيء؟ مشكله. قلت لك شيء معناتها مزامين وصلها، والا خرتي وهي ما عندها واحد ما يكونش كومبليكسي لهالدرجه عادي ما نهولوهاش. رجعت انا نخدم، الا انه انا رجعت نخدم، لقيتها متبدله عليا، متبدله معناتها متبدله عليا في الخدمه. كلمتني هذه السيده هذه، قالت لي راهي تخرج معاه ويقعد في القهوه في قهوه اكس. تقص عليك سؤال صغير، السيدة هذه اللي كانت تخبر فيك بهذا، علاش؟ ما هو المال؟ هي شوف باش نقول لك علاش، حبا فيك ولا؟ هي السيدة هذه متزوجة على فكرة، وسيدة ما تحبش الخيانة. من باب الخير يعني؟ من باب الخير. ايوه. ربما من باب النصيحة زادة. ونعم الزملاء. لا نحن الزملاء فريمون، ونحن الزملاء الى حد هذا اليوم اكمل لها، ورغم اللي هي معناتها تزوجت وخرجت انتريت، اللي انا اكمل لها احتراما فائقا جدا جدا جدا. اي قالت لك راني نقعدوا فيك الباسه الفلانيه في القهوه اكس، هزيت تبيشاتك ومشيت. لا ما عندي حتى تبيشات، هزيت موتور. هذا كمنهم السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف ثبت القاعده؟ قالت لي يا راهو زميل، وراهو هي قلت له انت يا فلان معناتها زميل على مستوى الشارع، على مستوى العمل، انا زميل انك تقعد في قهوه، وفي قهوه هذه معناتها معروفه انما يقعدوا فيها كان دي كوبل اللي هما معناتها يا اما مستعدين للزواج، يا اما صحبه صحيحه. فهمتني؟ قلت لها انت معناتها كيف تصدمت، لكن في اللحظه هذيك في طارق تصدمت، انا بقيت شد روحي، فهمت شيء؟ تصدمت بشكل رهيب.
انا بقيت شد بروحي وبقيت لقيتهم في قاعده نتاع هكا تفاهم وتآمس، في انسجام، ثم انسجام. بقيت شد روحي. هي ايش عملت؟ اي قلت لها من بعد علاش تكذب عليا؟ لا والله، لا والله لا كذبت عليك، ما راني ما زلت تفكر. فاش تفكر؟ لو احنا عندنا اربع شهور مع بعضنا وقتها، في ما فكرتش في اربع شهور. تي مازلنا جدد احنا، تي مازلنا هنا في حين، احنا مازلنا، احنا مازلنا تي نافحين، احنا مازلنا علاش معناها اربع شهور؟ هو ساكت، هو يتفرج عليه وساكت، لانه يعرف انه باش يتكلم باش يكون رد فعلي عنيف جدا. ويعرف يكون يلفوه في الشركه. هو ريسبونسابل هو ريسبونسابل، وما يعرفني انا شكون في الشركه، معناتها ربنا نتصرف معاه تصرف اللي يبقى حيط عمره نادم عليه. اصور مبطله حتى من الخدمه. جمله واحده. جمله واحده. انت معروف عليك انك عصبي شوي. لا، معروف علي اني رجل الى ابعد الحدود. اما يعرفون اني من ظلمني ما تسكتش على حقك. مش ما نسكتش، معناتها مش مرسلوش، مش ما نسكتش، لازم نعمل له حاجه تقعد له تاريخ. معناتها نعيط عيان، نعمل له حاجه اللي تقعد له في 2008 صارت له فازه حتى بعد 50 سنه. عندك غريزة الانتقام انت. عندي غريزة الانتقام مع اللي يستاهل، كما اني عندي غريزة المواقف السمحة مع اللي يستاهل. بيه شديته من يده. هي قلت له اخرج لبرا اقل كلمة. هي اخرج لبرا علاش باش نحكيو؟ قلت له اخرج لبرا وحدك. اخرج امشي ولا اخرج معايا؟ لا قلت له اخرج امشي. مش تقعد انت تفضل. قلت له اخرج وتو نحكي انا وياك. حلو، تو نحكي، مازلنا نراو بعضنا. قلت له تتصرف قد ما تصرف ربي، معناتها اللي ما شفتوش عينك ترى، اخرج برجلة. برشا تهديد في هالقعدة. نعم، برشا تهديد في هالقعدة هذي. قلت له اخرج وقد ما تصرف راك تقعد نادم من حقيقة عمرك. وتونس قابل انا وياك وتو نحكي. خرج دونك. خرج. قال حتى كلمة. اقسم بالله سي طارق ما عاد النفس نتاعه يدخل ويخرج. تو انت تحكي لي قاعد تشوف فيهم تصور قدامك ها؟ قاعد لا يعني اقسم بالله تصور تتخيل فيهم قدامك قاعدين يرجع السي دي. اقسم بالله انا تو نخدم. حاليا كنا في فوق الخدمة. قدامي اورديناتور، احنا عندي سيستم نخدم عليه. اي فهمتني؟ تصور الموقف هذاك قدامي. كاين هالبارح. كاين هالبارح، ورغم اللي تزوجت وعندي ولدي في الستينات والحمد لله يا ربي، معناتها انا جايين. اي ثم ايش صار بعد ما خرجت سيدي؟ خرجت قعدت انا وياها. قلت لها هذا التليفوني انا شد على، مش نشد عليها، معناتها تعرفني اني اذا كان اقول حاجه ما تنفذهاش في اللحظه هذيك من ضد الحياه تفتح ما تنعش ما تخدمش من ضد الحياه. قلت لها تعطيني تصريح تسجيل صوتي من عندك انت انك خنتني في يوم من الايام وعدتني بالكلام اللي قلته لي والتسجيل هذا يقعد. لا تعرفني يا راجل معاك يقعد ما بيني وما بينك الى ابد الى يوم القيامه. انا التسجيل هذا الكلام هذا يلزمني نسمعه كل نهار، يلزمني تولي اسطوانه عندي. قالت لي فتحي راهو ما يصيرش. قلت لها عندي انا يصير وما تعملش انت شيء هذا هرميل، انا نتصرف معاك بتصرف همجي ولا بتصرف العنف وانت تعرف. عملت لي تصريح انا راني فعلا راني قمت بخيانتك. تسجيل وراهو. نعم تسجيل صوتي من غير صوره. شديت سيدي التليفون وتسجل فيه. اي اني الممضي اسفله. اني الممضي اسفله فلان الفلاني راني قمت بخيانتك فعلا وذلك تحت تاثير العرف هذا اللي هو فهمت اصر على اني نخرج معاه. تحت الضغط. يعطيك الصحه، تحت الضغط المهني. واعترف بالخيان. واعترف. مره قلت لها قهوتك خالصه من عندي.
برا على روحك. برا على روحك. هي انا كنت مصدوم من الحكاية. انا بيدي مصدوم تو. خرجت 3 أيام كورجي. رتحت عصابي. شيت عملت فرهيدة. وحدي ورجعت نختم. عفوا. رجعت نختم. سير ريسبونس عبال حطني في الموت حطني في المنظر حطك في مخه حطني في المنظر كفرت علي الخدمة ووديت نختم في دورة فور عاسيستين متاع غيري قلت له رك كفرت علي الخدمة شنو هذا قال لي أخوي هكا الموجود هكا تشوف رأي الخدمة كل مش كلها نبلع بو مش كلها نبلع أمريكا نخدمه نخدم تمانية في مسكة بوست هاي نخدم أنا هو في نفس البيرو ما نتذكرش اللي هزت عينيها فيها ما نتذكرهاش اللهم ما نيش نثبت حتى الوقتاش تمدت امتدت تمدت حوالي 14 يوم 14 يوم قعدت الحكاية هكا انت غادي وهي متزش عينيها ثم انا في سيرفيس بوسام معناتها زاير علي بالخدمة خاطر نعرف الخدمة ونعرف السيستم ونعرف باش كنا نخدمو شنو اللي تبدل نزيد هذا باش تكسر عليه الخدمة كيما هكا جيت الإدارة العامة وقتها الإدارة معنا في الشرق الإدارة العامة متاعنا في الشرقية في تونس اي هزيت روحي ومشيت قابلت السيد المدير العام فرح بيا حكم اللي هو كان فيما مضى في الإدارة نتاعنا في شاقص اي شنو طلبت منه؟ قلت له باش نسمع التسجيل اخ انت قلت لها ما يسمع حد انت قلت لها ما يسمع أنا قلت لها ما يسمع حد لأني أنا ما حاسيش بها وقت ما حاسيش باش ننتقم منها لأنه انتقام منها هي أسهل عندي ما يمكن أسهل عندي ما يمكن أنا انتقمت من الرذالة أنه وقتها يبتز فيها ويستفز فيها حرمها مني وحرمها مني وحرمني منها سمعت التسجيل هذا عارفك سمعت التسجيل الإدارة العامة قلت له اسمع فلان الفلاني اللي حاطينه ريسبونسابل على الجروب نتاع الجروب أليمونتيغ شنو اللي صاير سمعوا قال لي تما ترجع لشناقص ما تتكلمش في ظرف نهارين تم إقصاؤه نهائيا من الحمل وهي بقات معايا 4 أيام بعد التزواج هذيك إلى أن انقطعت أخبارها إلى يوم النسي هذا ما نعرفش عليها وين حولت بطلت الخدمة وأنت قعدت في نفس الخدمة لليوم؟ أنا قعدت لحد الآن في نفس الخدمة وعارفك هذاك اللي مشيت وريته التسجيل مازال؟ لا خرج لمبريدك خرج لمبريد دونك هي خانتك أنت وأنت خنت الأمانة لا ما خنتش الأمانة أنت قلت لها ما بش يسمع حد التسجيل جيستمو أنا ما هوش باش يسمع حد لأني مش معنى ما يسمع حد ما يسمع حد باش يضرها وإلا يقعد يقولها ماك عملت وعملت اسمها مش موجود في التسجيل لا أنا مذكور اسم الشخص اللي استفزها وابتزها أمين طب كنت سعيد أنه انتقمت وخرجوه من الخدمة أقسم بالله ولو أني أكره الشماتة وأكره الانتقام وراني ولد بلا قمام هي لكنك انتقمت انتقمت لأنه هي خانتني وهو ما كانش في المستوى هو عارفها أني هي ميلي أنا وحبيلة عظنا رمحة أنت بتأكد أنه الحكاية هذه كانت بضغط منه بالك برضاء الطرفين لا أبوش أقول لك حاجة أنا السيدة اللي نحطني لكن راهو ضغط على ضغط لأن هي خبيرة بنت الشركة منذ تقريبا 24 سنة في الوقت هذاك أي وقت في الدنيا البيت عنده 24 فهمتي معناتها قالت لي راني قالت لي راني تعب ضغط منه هو وانتقام مش انتقام مني أنا أما يقول لك لا مدني أنا عارفه أنا نعمل إيش نحب فهمتك فهمتي دونك سعيد بتصرفك والله العظيم سعيد ولو اني سيستم الانتقام ما نحبوش والحمد لله يا ربي معناتها بعد قديش عرست؟ عرست 2010
2010 عن حب. عمل قبل ما يهرب، قبل ما تصير الثورة، قبل ما يشيل ويهرب بن علي، لا قبل 17 ديسمبر بعشرة عير نهار 7 ديسمبر عرست في 2010. عرست عن حب؟ لا عن حب وعن قناعة، والحمد لله يا ربي عندي الوليدات وولدي في اللي سي بيلوت وولدي في اللي ما شاء الله. لو ولدك اليوم ربي يخليه لك عايشك يجيك قول لك بابا عندي حكاية باش نحكيها لك، قول له تفضل سيدي. قول لك بابا عندي امرأة طفلة كنت نعرفها في بالي أنا وياها متفاهمين على حاجة رسمية على سنة الله ورسوله، لأنه اكتشفت أنها تحكي مع حد آخر، هل تنصحني نسيبها ونمشي في حال سبيلي؟ نكمل لك ونمشي في حال سبيلي وكفاية على مولاها، ولا تنصحني ننتقم نعمل عملة للسيد اللي خانتني معاه؟ شين تقول؟ عارف شو أقول لك؟ أول حاجة أنا ولدي مازال صغير. تيجي نحكي لك في سنوات إلى الأمام. بعد سنوات إذا كان يقول له شديت عليها ولدي بإطراب الغضماء اللي هي خلتك. شد عليها كيما أنت، شايلها البلاصة القاهة في قهوة. شديت عليها يقول له انتقم وخلي انتقامك يكون شديد. هكا. طيب، لأن كل شيء يتعدى. بالك شي يا فتحي، الانتقام هذا كل ما يتوارث كل ما يولي أعنف. لا. شوف يا ولي خطير، ولي فيه تعدي، ولي فيه ضرب، ولي فيه شوف في طارق، خليني أقول لك حاجة، كل شيء تتعدى في الدنيا، تتعدى الظلم، أخيبش من الظلم يتعدى، أخيبش من الإهانة تتعدى، أخيبش من الحقرة تتعدى، مخيري ما تتعداش، ما حشتكش بي أنا، قل لي ربي ما حشتيش بيك، لا تخوني ولا تغذرني، قل لي، صارحني يا سيدي، عبر لي، المهم ما تخلينيش عايش في وقت. قل لي لا ما حاسش بيك، ما حنش نفس المستوى، نسيناش نقبلها منك، اما تعملني مش تقول لي نحبك وانت تخون فيا. راني نحبك وراني نموت عليك، وراني معناتها ما نعيش كان بيك، وراني نعمل لك في النهار 100 تليفون ونقول شويه، وراني نتمنى هكا لحظه من اللحظات نترمى في حضنك، وراني وهذا كله ما فهمت عليه. يقول لي المرة المرة كل صريحة شكرا لك سي فتحي اللي شاركتنا قصتك وتجربتك ووجهة طارق، وتحية للأخت اللي هزت علي التليفون وكلمتني، هاي زهرة تحية لها، وتحية لكل عاملين في الإفهام وربي وفقكم بارك الله. شكرا لك سي فتحي اللي شاركتنا قصتك تجربتك ووجهة نظر متاعك زادة في هذا الباب، باب الانتقام، وهو بابك شديد شوية، وحتى الكلام فيه والنصايح فيه واحد لازم يرد باله فيها كيفاش تكون، لأنه قد تمشي ساعات الحكايات إلى أمور خطيرة. موسين معكم حتى لحدش متعليل موضوعنا في كلام القلب، قصة حب كانت الخيانة من أبطالها، كيفاش كانت التجربة، كيفاش كانت القصة، كلمنا على الرقم 58 550 709. فاصل ورجعين على EFM أحلى راديو. العشرة وتسعة واربعين دقيقة، رجعنا معكم في كلام القلب موسين حتى الاحداش متعليل، تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، واحدة واحدة في الكيسات ربعينكم في خدمكم، كل الذبذبات رجعت موجودة، تنجموا تسمعونا في أي مكان، تنجموا تابعونا زادة عشان يوتيوب اف ام تي في ولا الباج فيسبوك راديو اف ام. موضوعنا لليوم هو شنو هو؟ قصة حب عشتها، اي نعم عشتها، ولكن شنو فيها؟ فيها الخيانة، من أبطالها كانت الخيانة، أنت الخائن أو الطرف الآخر هو الخائن، كيفاش كانت قصة، كيفاش كانت التجربة، كلمنا على الرقم 58 550 709، 58 550 709. معنا أحمد، أهلا وسهلا سيد أحمد. عسلامة دارك، شنو الحمد لله، شو هو لك سيد أحمد؟ عايشك دارك، ميرسي. يا عايشك، منين تكلم فينا؟ من تونس. من تونس، وين في تونس كنت تحب تقول لنا ولا تحب تخليها هكاك؟ المنزه 7. قداش العمر؟ 50 سنة. 50 سنة ما شاء الله. موضوعنا اليوم سمعتوا شنية؟ الخيانة. عشتوا في أي عمر؟ 42. عامين التالي ولا. كيف حدث كل هذا؟ بون باش نقول لك حاجة، الخيانة لو مش معناها لازم تكون في مزيك، معناها راجل مع امرأة ولا امرأة مع راجل. على فكرة الناس تصنف أو أطباء النفسيين أو العلماء أو المؤرخين يصنفوا الخيانة الأشرس هي خيانة القلب
يصنفوه أخطر من خيانة الجسد. يقول لك نسمع به خاني في علاقة ألطف من إني نسمع به يحب الشخص اللي خاني معاه. دونك قصتك مش باش تكون بعيدة على الخيانة. قل لا أنا مفهوم الخيانة بالنسبة معناها لي أنا اللي يخون العهد اللي يخون الميثاق الأمانة يخون معناها يخون العشرة فوالا فهمت. كيف كانت الخيانة في قصة سيد أحمد؟ الخيانة كانت مادية فوالا فهمت. مع رجل أو مع امرأة؟ لا لا مادية فلوس معي مادية مع امرأة؟ لا لا مادية معناها فلوس فلوس. اي شكون اللي خانك؟ مش انا عارف اي اون 2006 اي ولا و كوريكت الدنيا كل جاني ولاية عرستو عن حب ولا عن حب نخدم نعمل نافير تونسي كاسرين نعم شيف دي بروجي غاديك قايم داري قايم كل شيء جا ولاية داخل من بعد ديميتريز ما شاء الله وزوز وقراو كريفي معناها هما ديجا من اللي عمرهم شهرين معناها في القاف كارت من الكونجي بتاع ما تخدمتي ما يقعدش برشا معناها. كل البوادر توحي الى قصة جد جميلة الا انه الا انه اخ ماذا ترى انا ما نلوش وما نحسبش ونعرف الوظيفة العمومية فلوسها مش برشا اي وعادي معناها اللي ثم ثم ايه زيد فسر ما عنيش وقت في الحسابات وما عنيش حسران وما عندي حد شايل فمني الحمد لله زاد معناها نصور نخدم مولي مريقلة لنبجل الأولاد علي أنا وبعد نبجل الدار علي أنا وبعد نبجل الكهرباء علي أنا ومرتك في هذا وين الأولاد والدار والكهرباء وهي وين هي الدار لا من بعد أمش تحكي عن 2019 وقت جات الكورونا وجات بالصدفة معناها اللي البلاد تسكرت خدمات عطلت الدنيا وقفت وقتها بعد الثورة كيف كيف زاد القاسرين ما تعرف معناها صعب من الأمور هذيك الكل باهي بالصدفة أنا مغروم بالمشي بنستعد مع صاحبي كان كهرباء مكسرة صلحها في الليل نستعدوا في البحر كلمة كلمة قال لي والله راهو المدام عطاتني بشريت بوزيتي المدام عطاتك؟ قلت له والله يعطيها صح قال لي ما وصبوا لها البريم قلت له انا بريم قال لي ما عندهم بريم دو ريكوفرمون ياخذوه وزاره الماليه اي ثمانية ملايين قلت له سير قال لي والله ثمانية ملايين بريم ما في بالك شبيه قلت له لا ولا ما في بالي قال لي علي المدام تاعك معناها قلت له قالت لي ما ناخذوش سالتها اون 2014 قالت لي لا راه ما ناخذوش احنا كان القبضه بركه ياخذوا احنا جماعه دي جي اف ما ناخذوش ايه اش عملت انت بعد ما سمعت؟ انا بحر الدنيا الكل ياهل وانت كلمه منا كلمه منا جاي رونك في سكولير فوالا مازال كان احنا كنا مصيفين زاد فهمت كنتم مصيفين معناها روحنا في اوت في سبتمبر معناها كنت بربي باش نسالك قلت لي هكا جاي سؤال على بالي هكا على غير رادة خل نقول لك اه ناس نعرف كيف تخلص حلو اقسم بالله لا سوي. في بارونتيز مش نحكي تحكي. هي. دوميسيليشن تاع السالير نتاعها عملتها باسم البيرو معناها بالإدارة العامة. علاش تحكي خاطر احنا حاولنا مرتين معناها كل مرة نقلوا. إي. ما نقعدش كل مرة أنا في البنكة معناها نبدل في الأغذية. قلت لها روح. قالت لي قداش تخلص ولا إيه؟ قالت لي نخلص بريسك 900. 9 ملايين. لا لا 900 900 دينار. جماعة الفينانس قلت لي ليه اللي احنا ما ناخذوش قلت لها مالا راهو البارح معايا فلان وما يمرتو معناها تخدم بريسكي قال لك خذيتو 8 ملايين كهربت مكسرة وراهو كذا وكذا قال خذيتو 8 ملايين تعرف شو نقول لك حاسيلك حالك بالوقت شو صار؟ مش زريقت مش زريقت ولا شو ولا اكحل تلونت تلونت فهمتني قلت لي انا واحنا وانت علاش وانا وفلو وجوج ما حاسيلو بديت تجبد في حكايات من العرس ومن قبل العرس وانت علاش تثبت عليا وعلاش كذا قلت ليش نقول لك انا راهو نقول لك حاجه انت قلت لي اما انا تو نجيب لك فيش تبعي تاعك تمام وتو نجيب لك قلت لها قداش تخلص وتو نجيب لك قداش تاخذ والدنيا كلها غير ما يكيدنيش هنا تبدلت اللغه سيد احمد كاين فهمتني؟ لا ما دام معناها كيما نقولوا احنا انا قلت لها سألتك
أول سؤال في 2014 وقتها نقرأ في أرتيكل ثم وقفة احتجاجية في القصبة وواو كالكاتب العام ما أعرف شنو ترمى مع شكون ومش تقول لي وتأخذ. قلت لي أهو ما يشمنيش كتا لا يروح. قل لي أهوكم رمش خبيهم الأولاد يقرأوا بها. قل لي أهوكم رمى نعرفهمش. قل لي أهوكم رمش نعطيهم ما أعرف شكون. أنت شو اللي شو اللي مقلقك إن خذيت وما قتلكش إنه ما تشارككش في كل شيء ولا إنه ليه انت هو ما يتعيش مع انسان تقص معه كل شيء وهو تظهر ما يتعيش صحيحا سهل انت يعني تاكل وتشرب مع انسان وتجيك غسرات مش صريحة معه هذا هو فما غسرات مادية صارت حرقة الدار ستار. كيفاش؟ حرقة الدار كيفاش؟ شالت الرجوع حطيته قريب معنا لليدو لطف خذت فيه النار من بيت النوم وخرجت على الدار الكل خرجنا احنا معناها كيكة معناها كان معناها كان البورسلين قعد وكل بالار وكل المليح معهم الاخر الكل معناها الموبل والدنيا كلها تحرق وفي الضاقة المالية ذي هي ما باش عاودت الدار وفي المشكلة هذه المادية هي ما تحركتش ما عملتش حاجة جامي جامي باقي باقي تتحدث ب 900 دينار ليه ليه وقت ذاك اللي سألتها لا عملت عليها معناها اي يعني تتعامل بالفلوس هذوكم اذا فما معناها تجيب تحط 400 450 300 350 نصب لها كل معناها الجمعة اللي صوف سكرة بس هتاخد في داجة متاحة هاو مصروفة كل حد يدع مصر في كبوت هاو الأولاد عجبوني كذا عادي من لوش جملة فهمت وليك معناها حاجة ما كيرو مطيح شي صار من بعد سيد أحمد بعد ما حكيته بعد الأخذ والرد هذا بعد السجل هذا ما حبيش كل نوعي ولا ديما على قدام وصارت وجدت الحكايات معناها اللي هما كلاسي عرفنا عليهم عندهم 10 و 15 سنة تالي خبي في كوبا 17 سنة تالي عاودت حياتهم من جديد على ايفوكي ديفو بروبليم ريانكو باش تهز روحها وتخرج من الدار باش معناها ما عادش نجم تقعد اكثر من هكاك بعد ما خرجت اين المسير؟ ماذا حدث؟ اين المسير؟ مشيت عند طليق انشا وصلنا لطليق انشا ديجا يا سيدي راهو خيانه ماهيش خيانه مراه وراجل تشدوا في فرج ولا واحد يكتب في ميساج لوحده والا معناها راهو زوز ياكلوا مع بعضهم ويشربوا ويسافروا ويقعدوا ويعوموا وما نعرفش شنو وواحد يرى في الاخر معناها يتشوشت قدامه والاخر حتى ياكلوا خسيط ما يحرك حتى ساكن اكبر خيانه ذيك غياب الصدق هو من انواع الخيانه فهمت غياب الصراحه الفلوس عندك انت انت سيد احمد لو اهم الناس هاي فوالا انت سيد احمد لو في لو في المواجهه هذيك اللي عملتها قتلك صحيح راني لا ما قالتش لو قتلك صحيح وفما حكيت 8 ملايين وانا هزيت وحبيت نخبيهم وخفت لنقول لك نصرفوهم لو قتلك هكا كنت ترضى لو اعترفت مش 8 ملايين 2013 2014 يعني 8 ملايين في 8 سنين صحيت بداوا ب 4 ملايين وبعد كل عام يزيدوهم 4 ملايين 800 وبعد كذا معناها شو قديش من عام وانت هو مخبي كذبه وعايش فيها ومش متطلق وانت تسوق في الظلام لحظه تنجم تثق به في ارتيكل في اخبار في بيج دو بي طايحه في الدنيا الكل عندها كارنيت شيك وما قالتش عليه لما معناها لقيت ورقه بالصدفه اللي معناها بون ديدي تايها هذوما بالنسبه لي انا تعمل كارنيت شيك ما تقولش لراجلك تعمل ديماسيلاسيون فالير بالتريتا نتاع لي درامتي راه مش مشكل انيال وتقول ما تقولش عليه مش مشكل في الاخر وين الثقه معناتها انا عملت الحكايه هذه فار اكزومبل مخلي فلوسي لبرا ومهم لاولادي ومهم لداري ونقول ما عنديش هذاك هو اللي فهمت والفلوس هذوما سيد احمد كانوا موجودين يعني في كونت نتاعها ولا تصرفوا ولا شنو صار فيهم؟ والله العظيم علمي علمك انا اللي جبت لها ما تدريش رجعت لحكي ركر التيران زي بالتم فهمتني شو نقول لك حاسيلو معناها بعد ما رفعت قضية طليق انشا ماذا حدث؟ طلقته؟ بيان سور قضية معناها فهمتني مشيت على روحها الدنيا الكل قديش عندكم اللي طلقته؟ احنا توا معناها في الثلاث ديجا معناها الشهر الجاي هو الحكم بالثلاث قاعد ما يتعطف على ضرب نتاع المحاكم وبعد ضرب قضاة احنا معناها سي تعدينا المراحل الكل تاخذ في القطعة عندها عميل فهمتني تحملت مسؤوليتها كاريا وحدها هزت الاولاد معاها خرجتهم من البريفي فهمتني ولا بعدها هي سيد احمد وبعدها هي سيد احمد ونختمه
أصبحت الثقة مهزوزة شوية في الناس اللي تقابلهم، في الناس اللي تحبهم؟ لا لا صدقني، وقت خرجت هي عرفت الناس، في النساء اللي تعرفهم مثلا. كابتن إيجي نقول لك، أنا كنت قبل نخدم نعمل نظيف ونطيب أنا في الدار ونوصل للأولاد ونجيبهم معناها ونزم الأكتيفيتي نتاعهم ونزم اليوتيوب، ما كان عندي حتى وقت باش نخالف وباش نعرف وباش نشوف وباش نتعرف. وكنت تعب على الأخر على الأخر، خاطر معناها شارج كبير ياسر نتاع معناها ريتم نتاع فاتورات نتاع الدنيا الكل، وسيرتو هنا جابت روحها من الحكاية هذيا. كي مشيت هلت المشاكل هذيك كلها معاها، ما عاد عندي حتى شارج. وتفرغت لروحك. خذيت لي بروفي نتاعي، خذيت بعدها هي خذيت نفس بروفي دانفونسيون. اخر حاجه هي... اخر حاجه سي دعم نختموا بها، مازلت تؤمن بالحب؟ بيان سور، وانا عايش ومش نؤمن به. فما قصه جديده؟ بيان سور، ان شاء الله ربي يسعدك فيها سي احمد. وفرغت هيا به بالحق قسما بالله، ان شاء الله تشوف ايام جميله ولحظات سعيده في القصه هذه الجديده. سيدي احمد شكرا لك اللي شاركتنا تجربتك وحكايتك، هذه نوع اخر من الخيانه. شكرا لكل المستمعين اللي شاركونا قصصهم وتجاربهم، شكرا لكل متابعين واوفياء اي اف ام اللي قاعدوا معنا في اليوتيوب في الفيسبوك. هو مجرد اسبوع كان غاب فيه البث، شكرا للناس الكل اللي ساندت واللي كانت فعلا مسانده مش تصطاد في الماء العكر. شكرا لكل المستمعين، كلام القلب كالعادة يرجع معكم كل يوم من 9 ل 11 تحليل. شكرا عاطف في الإخراج، زهرة المولي في الإعداد، وإمري أباح في الـ FM TV، ياسمين ترودي في الديجيتال. نتقابلوا معكم غدوة في نفس التوقيت، إلى اللقاء، تشاو تشاو. انتم تسمعوا في كلام القلب مع طارق الحناشي على FM أحلى راديو.